طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الفيلا يا جماعة في منطقة كوزجوك في سكاريا، فيلا جميلة جدا مبنية على مساحة 6650 متر مربع تقريبا. زي ما شايفين فيها أشجار فواكه، منطقة جميلة. في ثلاث فلل بنفس الطريقة هذه معروضة للبيع يا جماعة. أول ما ندخل هنا أوريكم الحديقة قبل كل شيء. هذا الحديقة، نروح للحديقة الخلفية، هذه الأمامية زي ما شايفين. مساحة ما شاء الله تبارك الله واسعة جدا، اللي يبغى يحط ألعاب، يبغى يحط مسبح، يبغى يحط أي حاجة ممكن يعني في المساحة الأمامية والمساحة الخلفية. هذا زي ما انتم شايفين المساحة الخلفية 650 متر تقريبا. ندخل الآن داخل الفيلا. طبعا اللمبات هذه اللي شايفينها أوتوماتيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الفيلا مساحتها 160 متر تقريبا، أو 150 متر عفوا، 150 متر تقريبا، دورين 300 متر. هذه الصالة الأولى زي ما انتم شايفين، ديكورات السقفية برضو تطل على الخارج. المساحة تقريبا 7 × 5. هذه الصالة الأولى. عندنا على اليمين الصالة الثانية، هذه برضو مساحتها تقريبا 7 × 5. في مكان الحطب هنا للتدفئة. الدور الأول صالتين وغرفة نوم تقدر تقول. هذه غرفة النوم الأولى للأطفال أو للخادم وكذا، معها مروش خاص فيها. وعندنا المطبخ مع دورة مياه هنا رحمكم الله. هذا المطبخ مساحة جيدة جدا، دولي مطبخ جميلة. نطلع الآن للدور الثاني، لكن شوف الديكورات السقفية الموجودة في المدخل، السيراميك 120 × 60. نطلع الدور الثاني، شوفوا اللمبات هذه تعطي إضاءة جميلة جدا في الليل. السقف أيضا مرتفع. الدور الثاني أول ما نطلع عندنا صالة كبيرة هنا، وأيضا بلكونة كبيرة قريبة من المسجد زي ما انتم شايفين. المنطقة هذه تشتهر بالمياه الكبريتية، وراح نحط لكم معلومات المنطقة أسفل الفيديو إن شاء الله. هذه الغرفة الأولى أو الغرفة الماستر، مساحة طيبة جدا 5 × 5 تقريبا، ولها حمام خاص فيها. عندنا غرفتين هنا، شوفوا ما شاء الله الغرف مساحاتها جيدة جدا، ولها حمام خاص فيها. وأيضا إطلالة جميلة جدا، منطقة هادئة مشهورة بتملك الخليجيين، إخواننا الكويتيين والإماراتيين والسعوديين موجودين هنا بكثرة. هذه الغرفة الثالثة طبعا، لها أيضا حمام خاص فيها. كل الغرف حمامات وبانيو. نطلع الآن للبلكونة. بسم الله، شوفوا عندنا بلكونة ما شاء الله تبارك الله، مساحة واسعة جدا مع مغسلة هنا وإطلالة على الطبيعة. نفس الفلتين أو ثلاث فلل موجودة هنا زي ما انتم شايفين نفس الشكل. السعر والتفاصيل أسفل هذا الفيديو. منطقة شوي، يكون فيها شوي زي ما انتم شايفين. جامع كبير قريب من هنا،
هذه مساحة جيدة برضو تابع الحديقة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. مزيد من التفاصيل تواصل معنا على الأرقام الموجودة تحت الفيديو هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.